لكن كل شيء وارد. يعني هو يعني راجل كويس وأدى دوره في الفترة اللي فاتت على أكمل وجه، وإحنا كلنا مقتنعين بكده، وأكيد اللي في مصلحة المنتخب الأول هيكون في ليه التصرف. الحسم الملف ده امتى؟ هل براحتنا يعني ولا لا من نص الأسبوع بالكثير إن شاء الله. يا خلال 3 4 ايام هيتم حسم الملف ده؟ لأن الزملاء كلهم مسافرين، ويعني مش قبل يوم الاثنين أو الثلاثة. يعني على حتى كمان دخلة رمضان وكده.